علاش قلت كراهة الدار تحبها مزيان؟ انا بالديكور اللي فيها صحيح ساعات واحد ينجم يخدم دار يصرف عليها مئات الملايين باش يبناها بعد يفسدها بالديكور، دونك واحد ما يغزرش الحيوت، يغزر للديكور اللي في الدار. يمكن راك قلت شنو تنجم تكون علاقتك ليبيا والبحر بديكور الدار والبياس ارتستيك وديكوراتيف هذا؟ سي علي باش يفهمنا كل شيء. كان علي الغربي من قليبيا، نخدم أستاذ. باسيون تاعي معناها الهواية تاعي في أوقات الفراغ هي أني نلم اللوح من البحر ولا أي ماتريو يخرج من البحر، والماتير هذه اللي نخدم عليها نحاول معناها نصنع بها مدن تونسية القديمة، ويسيختو المدن اللي معلقة فوق القرى. كان الخدمة كلها اللي نخدم فيها ناخذ لي مونيمون اللي موجودين في تونس كل. نخدم أكثرية على الأثار، حاجات أثرية، خاطر الحاجة القديمة تمشي برشا مع اللوح، ولا اللوح نتاعنا يمشي برشا مع الحاجة القديمة. هي ديجا معناها واخذة بالعوامل الطبيعية، معناتها البحر والشمس والأمواج والحجر وكل شيء، ياخذ وحدها وحدها الشكل القديم. وهذاك اللوح كي يطيح في البحر يولي مزيان برشا. سوف نتخرج ونولي نخدم عليه اللوحة هذه كما مثال اللوحة كما حكي نتان. هذه ساعات نجم تلقاها تكون ساق نتاع باليت، هذه السوبور نتاع الباليت اللي تقف عليه. هذه زاد من هذه تاع فلوكا، لا هذه تاع فلوكا. شنو وليت تفرق بيناتهم؟ اي من الالوان. ما تستعملش برشا ماتريال ولا؟ الماتريال مش برشا، هو كلها حاجات يدويه معناتها. شوف هكي هذا البوانتو نستحقه برشا. كلش مصنوع زي حاجه هذيك باللوح فلوتي بو فلوتي. فما زاد كيف كيف السكينه نستعملها برشا. هذيك السكينه زاد قلت ما قبلتش، ما نجمش نقبل ماتيريال سكينه يدها بلاستيك، ما نجمش. وليت صنعت قيت يد اللوح تاع السكينه في البحر، ناخذ ستيلو نحيلو السنه اللي فيه ونركبو على هذيك. هو محلاه الملمس نتاعها صحيح. تبي تخدم تبي تخدم حاجه لوح هذا زاد كيف كيف بوانتو واحد اخر زاد هذو عمرهم تو فوق الخمس سنين تستعمل فيهم. اللوح انا اكتشفته نتاع البحر من 2009. عندي واحد دوك يقول مني قال لي هذايا راهو اللوح يخدموا به برا على الدخر واسمه بوا فلوتي. وقتها دخلت على الانترنت وحطيت بوا فلوتي وعرفت شنو اللي شنو الحاجات اللي نجم نصنع بها. وقتها عرفت قيمته. هما شنو فازتها هذايا؟ شنو لاحظت انا اللي كان نعلق انا مثلا التابلو هذاك؟ كل يوم كي نقوم نعاود الراه نصور مانيش باش نفهم. لا ما لا لا مستحيل. انا مره علقت تابلو غادي يشبه له برشا ما اكبر منه شويه. اخر نهار مروح الحمام شط نحيته وحطته في الكهرباء روحت بيه. رجعت الجمعه اللي من بعد نظرت للدار قلت الدار موحشه. فما حاجه شي في بالي خاطر رجعت وحدي كيما اليوم هكا، رجعت وحدي بلاش عائله. قلت الدار ملا موحشه خاطر رجعت لها مره اخرى نلقاها موحشه، رجعت انا والعائله نلقاها موحشه. وقت فهمت اللي التابلو هو اللي كان مزين الدار. التابلو هو اللي كان السبب في علاش خاطر كي ندخل من غادي نرى التابلو هذاك هو في الواجهه راه قدامي. وليت جريت عملت تابلو واحد اخر علقته غادي. نحب نحسس العباد باهميه نظافه المحيط. دونك كنت ناخذ صور نتاع البلايص اللي فيها برشا ديشي ونهبطهم على الباج نتاعي. يا اخي لقيت العمليه عكسيه، صارت العمليه عكسيه معناها كي تهبط تصور نتاع بلاصه فيها برشا ديشي العباد تزيد لها واحد ديشي. بديت قلت مش هذه مش هذا الحل. الحل اني ناخذ الشيء هذاك نخدم عليه ونعمل به حاجه مزيانه، والحاجه المزيانه هذيك هي اللي نوريها، ما نوريش الشيء نتاعنا احنا اللي كي كان معناها مسخ الدنيا. نرد نوري الشيء هذاك كي يرد الدنيا، معناتها الشيء هذاك كيفاش نجم نستعملوه كديكور في الدار. معناها الشيء اللي خرج من عندنا احنا يعاود يرجع للدار نتاعنا احنا في فالور اكبر برشا، عنده قيمه كبيره برشا. لوحات الملونين الزرق هما اللي عطاو الزينه للتابلو. هذوك ماكش انت ملونهم يعني؟ لا فما لوحات ملونينه بالازرق. يعني باتيني بالازرق. بخلاف انه التابلو فيهم تثمين لديشي خارجين من البحر، فيهم زاد انسبيراسيون من بلايص اثريه ومدن تونسيه. التابلو تاع قليبيا دونك فيما الاركتكتور تاع ناس بكري تاع حتى الرومانيين معنا القدم، هذه 300 عام. ديار هذوما عندهم 60 عام ودير هذ مجدود ديجا كما مخدومين بالالومنيوم. اللوحه هذه تشوفها بالضبط كيما الحجر اللي موجود فوق ما ديار هذو. اللوحه اخذت نفس المنظر نتاع الحجر اللي قاعد هذه. ولي هو في الجبل في جبل لي ولي
بعد توا يسان في قهوة، معناها قهوة قهوة البرج اسمها هذه، دونك قرية متاع الشنني. كيف كيف في الشنني راه ديما تلقى لونتين، حتى في الشنني فما لونتين موجودة. ديما تحط بورت كلي هذيك، هي هو الكلي متاع الديار لك، انا نسميه الكلي متاع الفيلاج. ولا الديتاي هذايا متاع بورتية هذايا بالابيض، هو غاديك القرية كلها ما فيها كان دهون بالابيض، كان الجامع. عندي جاي انت تغزل القريه من بعيد، ترى اللون، ترى الجامع، معناها انت تغزل الجبل ما تشوفش الديار الا بعد ما تثبت الكايه ولا اي ما عرفتش. كما جاش فما جامع ما تفيقش بها الديار، ما تفيقش بها. صحيح نلقاها هنا مكسره، ما عادش يستعملوها الصياده، نولي ناخذها ونعمل بها دي لون. يعني كل حاجه باش تنزل من البحر باش تستعمل. لا لابد اي تولى اي ما تقعدش حتى 4-5 سنين. فكرة جي ما الى ما جي الفكره هذه نستنى فيها. حكيت 4-5 سنين شو ما أربعة سنين. كونتينر محطوط في بلاصة بحت البحر. ديجا هما اللي كونتينر معناها نعرفوهم يمشوا في البحر، معناها يمشوا فوق باتو قريب البحر، على البحر. دونك الكونتينر بدات ياكل فيه الهوميديتي نتاع البحر. قعدت نشوف كل عام، كل ما نمشي هنا البحر في الصيف نتعدى قدامه، كل يوم نتعدى قدامه نرى فيه، نرى في النقب هذوما كانوا صغار كيما هك من الأول. بعد نشوف النقب لو يكبروا، ها شو لو يكبروا. العام الاخراني كي كبروا كيما هكا وليت انا نجم نقلعوا الباب. خاطر الميتال هذا خشين برشا، هذا كنت تحط يدك في البلايص الصح تلقى خشين، انا ما نجمش نقص هنا. هذايا مدخل، هذا التابلو فيه حاجتين، فيه لوح الغابة اللي يوصل للبحر كيما قلت لك، وفيه لوح واحد اخر كان ثبت مليح تطلق السبركه، عود السبركه هذه نتاعنا احنا نتاع عود السبركه. اي هذو هذوما عود السبركه فلوتي. بعد ما رينا مع سي علي لي بيس ديكوراتيف واللي هما ريزولتام تاع خدمه وتخميم وتكنيك، اجا نرجعوا لمنين يجيب الماتير بريمير نتاعو والانسبيراسيون نتاعو زاد، لان باش نشوفوا كيفاش البيس اللي هزيناها معانا تجسد الفيو اللي قدامنا. انا هكا ديشيريت اللوحه كيما هذيك، هذيك معناها عندها فالور كبيره زرقاء و هذيك تستحق، هذيك انا نخدم بها برشا انا. نجم ترجع لها يعني. هذيك نرجع لها اكيد، معناها مش نجم هذيك باش نرجع لها. فما هذوما الصغار اللي تعمل بهم بورت كلاب، هذه بون لازم تكون فلوتي، هذه ماهيش فلوتي. معناها هو البرج ديما يصوروه من الكوتي، من الكوتي هذي هك. من الكوتي هذي سيغتو كي يبداو في وسط البرج، غاديك في وسط البرج يصوروه هك. معناها تشوف هذي، هذي مثال باز نوتيك، فما باز نوتيك هذيك اللي فيها الفلايك. عملت ريبريزونتاسيون بهذي، تشوف الجامع هذا، السمعة هي هيك السمعة ماهيش باينة غادي. تو كي نبعدو غادي تولي تشوفها. الجامع على كيف كيف الجامع. اي فما اللي فما شويه شويه شويه، ما نجمش نجيبو انا بالضبط كيف كيف بالضبط، خاطر اللوحه اللي تحكم فيك. لما نحاول في حاجه يعني حجر ومركب في البرج بالفي من هذه لهنا، هي النخله هذه، هذيك ريت النخله. اي هذيك راهي النخله، وهذيك اللونتين هكا في بلاصتو من هنا. شفت هذوك لي زونتين تاع الجيش معناها هذه يعني. بون هذوما الديار مش كيما تشوف فيهم توا، هما الديار هذوما اللي نحكي ندير نحاول ناخذ القدم تاع بكري. قبل كانوا فما ديار سامبل على الاخر على الـ في الـ في البرت لهنا، كانوا ديار ياسر سامبل. كيما هذوكم، هذوكم تصور هذوكم هذوكم ماهمش ديارهم، دبوات اللي يحطوا فيهم الغزل نتاع الفليك. اما كانوا فما ديار وراهم بالضبط اللي هما على البحر، كانوا منهم للبحر يعني. بعد كي عملوا البرت ولاو هما ريكولي على على البرت. حاجات كيما هكا لا نباتات، لا النباتات لا نستعمل نستعمل نباتات، اما الشيحه ما نستعملش نبته خضراء. ناخذ نبته شيحه وهي نحطها في التابلو ونتيغريها في التابلو. شوف مثال اللوحه كيما هذه يعني. هذايا كنز، هذي كنز جاي. شوف حتى من تيري ياسر فيه لونيخ، معناتناش تستعملها هكا ولا هكا، هذي قطعة سبيسيال هذي. شزة معاك تو بالطبيعة أكيد هات عليك. وهذايا غزر لها مستهدية بالضبط، هذي بون ينجم واحد يقصها يخدم عليها، يقصها يخدم عليها كيما نجم تخليها كيما هي، تاكري تجي أريير بلون تاع حاجة تحسها كتاب هي. واحنا نمشيو نلوجو على اللوح عينينا تحت على القطعه هذيا، ما تقربش لا تنجم تطيح. هذه مزينه برشا، هذه حاجه شو عند ربي معناها، فما الرمل شفتوا، هذا الحجر اللي هو موجود عندنا احنا عن قليبيا. قليبيا ديما معروفه بالحجر والرمل، حوراتنا ديما فما الحجر والرمل في نفس الوقت. انا هذه تو سي شفتها تابلو، هذه سي كنت حاضر تصور معاه بلي باش كان ولد تابلو بعد. في أقل من 3 أيام سي علي بعث لنا تصور اللوحة كيفاش ولات. سيئة سيئة ديك مشروع تابلو هاوي.
كان لوح جويد، كان لوح جويد العائلة به باش يلموا برشا معايا، أما كان طايع كبار يلزمني نرجع بالكهرباء وحدي باش نجم نقى وين نحطهم. خاطر ساعات راهو نلم بال 1000 ولا 2000 قطعة كيخرج البحر برشا، ما نجمش نطبس ماهوش واحد بعضهم هو. لو لازم نطبس 1000 2000 مرة نطبس باش نطلعهم. التطبيس يتعب، يولي لازم نجيب معايا الصغار. وانت قلت لك لقيت فكرة أخرى، وأني نشجع الصغار من وحدهم معناها هما يجيبوا لي من العائلة. أنت لي قمت الكردونة، أنت عندي كردونة في الدار قبيلي شفتوها هذيك راهو ولد خويا عباه. أما يخلص عليه. باهية شيء. فماش مس. ولا ودي جا اليوم تسمى هذيك حاجة كبيرة برشا. حاجة باهية. بعدين وقت مشيت مع الصياد هذاك مع البحر. في غار الملح. أنا امبارح في غار الملح. امبارح في غار الملح وذكرت القصة اللي عملتوها غادي. هذاك نهار اللي مشيت زهري ما فماش مس على الأقل تو واحد يروح بحويجة. قطعة زادة مزيانة. تصور معاه هذيا خاطر حاس تبجلها. تو تشوفها بعد كيفاش تولي هذيك. تصورها هكا. هكاك المشروع نتاعي بدا يظهر، معناها بدا تظهر الفكره شنو هي، واللي هي غاليري معناها في قليبيا. ما عندناش بليزيوغ غاليري راهو في قليبيا شويه بالكل، دونك كل فنان يحاول وحده يعمل الغاليري نتاعه. هذا هو الاوبجيكتيف نتاعي، معناها ان شاء الله نوصل نحقق المبتغى نتاعي هذا، وباش يولي يجي يتفرج في الاعمال ينجم يجي لقليبيا ويشوف الخدمه نتاعي كلها في بلاصه واحده معناها. ان شاء الله.